أسعد الله صباحكم إن كان صباحاً، ومساءكم إن كان مساءً، وأوقاتكم بكل خير. في دروب العلم نسير لنضيء الشموع وبها ننير. بدأت السير في دروب العلم والثقافة، تنقلت من مرحلة إلى مرحلة ومن مكان إلى مكان، كل أملا بالمستقبل. صنعت لنفسي معهداً بهمة عالية، بدأت بالسعي إلى النجاح وتطوير العلم لبناء جيل مبدع إن شاء الله. أنا المعلمة روان مصطفى درة. بدأت دراستي في جامعة بلاد الشام عام 2014. في عام 2018 كان عامي بين صفوف الخريجين، وقفت شامخة وبكل ثقة وفخر تقدمت. وثيقة التخرج بين أناملي رفعت، بعباءة وقبعة التخرج كللت. وبعدها نحو التدريس اتجهت، ولكتب جامعة الشكر قدمت، وبالوفاء لها عاهدت. بدأت مشواري من مدينة الياسمين أزهاري نسرت، من مدرسة الحسن بن الهيثم كانت انطلاقتي، وبعدها انتقلت إلى التدريس في روضة بين الزهور والبراعم تنقلت، ومن ثم إلى قريتي. في يوم أرجواني انتقلت، بأجمل ترحيب استقبلت، مع أطفالي تفاعلت ونوعت، وفوق وجوه طلابي بين الكتب اندثرت، وإذا بها بين السطور بالأسماء والأفعال تناديني، إنها لغتي، اللغة العربية. نحو كتاب العلوم هممت، وبين سطوره احترت، بنحلة تراقصت أمامي وبين الزهور دروسا نثرت. في التربية الإسلامية أبدعت، وبالحرم الشريف اقتديت، بين ضرب وكسر وقسمة وجبر اتجهت، وفي مادة الرياضيات تعبت، وبين الأشكال الهندسية نوعت. بلهفة نادتني، ولدورها بين دروسي عاتبتني، إنها الاجتماعيات فلندائها لبيت. من تجارب الكيمياء اخترت، وبعض النشاطات الغنية والألعاب صورت. في التعلم الوجداني ارتقيت، وللمنهج الصحي وصلت. للأماكن الأثرية والسياحية في دروسي نصيب أعطيت. وأخيراً وليس آخراً، هذه بعض من جهودي التي بذلت، وبين أناملكم وضعت، والمتابعة منكم تمنيت، وبحضوركم الشرف نلت. لكم مني كل الشكر والتقدير.